السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي بي 9 مدرة. اليوم رجعت لكم فيديو. الفيديو اليوم بدي احكي لكم فيه عن التيم اللي انا عم بلعب فيه بالتشالنجر، عم فرم فيه الكوينز بالتشالنجر بي في بي، والوين ريت عندي فيه 80% مثل ما شايفين انتم. التيم هذا كتير كتير يعني فيكم تقولوا ثابت، انا شايفه بصراحة يعني كتير جميل، وما عندي مشكلة عم يكون بصراحة ضد اللي عم يلعبوا بفالنتي. يعني الفكرة بس بدي أرجيكم هلأ إن شاء الله يعني ما يطلع لي ناس 200,000 سي سي ولا 195,000 ولا شيء مشان تزبط الاستراتيجية. طبعا شاوت اوت تو ميوزك الليدر تبع الجلد تبعنا، اللي حكى لي انه ساوي فيديو على التيم اللي انت عم تفرم فيه البي في بي، لانه هو كمان احيانا بشوف الفيديوهات اللي انا بعملها، مع انه هو ما بيحكي عربي بس بيشوف الفيديوهات، لانه هو بيستخدم تقريبا التيمات اللي انا بستخدمها مشان نفرم البي في بي. فبدل مشان ما نضيع وقت خلينا نبلش ونشوف، على امل يطلع لنا هيك كم ريل بلاير، نشوف اذا بيزبط التيم ضدهم ولا لا. طبعا انا مثل ما شايفين انتو، انا التيم هذا طلعت من الشامبيون 1 بعد الريسيت، نزلوني شامبيون 1، رجعت تسلقت من الشامبيون 1 للتشالنجر مره ثانيه بالتيم هاد. طبعا التيم كتير كتير ثابت، يعني نسبة الفوز فيه حلوة. هذا المفروض ريل بلاير. هلا عادة بما انه ضدك كينج برام، فانا شو بعمل؟ بعمل التراش، بجهز الالتي تبع جوثر، بعمل بوست لاسكانور، برفع بعمل له رانك اب لاسكانور. هلا هو اللي ضدي مضطر انه يعمل رانك اب على كينج، احتمال سوري رانك اب على هيلبرام ممكن، او على كينج يعمل لي بيتريفاي وهيل. هلا بدي اشيل، بدي اعمل هيل مشان يشيل الاتاك سيل تبعي، وبعدين يشيل لي الالتيميت. اللفه الجاي هلا بما انه هو روح كرت بكرت بكرت، شو بعمل؟ بستخدم الكروت اللي عندي لاسكانور على اساس اني اقتل له الكينج تبعه. هلا كينج تبعه اتش بي 145,000، فماني متاكد ممكن ما يموت بصراحه. خلينا نشوف. هلا المفروض اسكانور يقتله، بس 145,000، خلينا نشوف اذا لا ما راح يموت، شكله ممكن يبقى له شويه اتش بي. شوف لو كريت واحده بس اجت كان مات، بس بما انه هو روح الهيل تبعه اللفه الماضيه، فهلا المفروض مات عنده هيل، الا اذا طلع عنده هيل بمعجزه. اذا ما قدر يشيل لي الالتيميت، طيب حلو كتير 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 حلو. طيب هلا نحن خلينا نشوف قديش اتش. هلا معه التي جوثر، المشكله اذا بقتله الاثنين هدول حيصير معه التي جوثر، ما في مشكله. بنقتله كينج اول شيء، نعمل التي على هيلبرام ونعمل له هي. ساعتها هو ما عاد عنده الا جوثر، واذا جوثر تبعه مو 6-6 المفروض ما يعمل لي كتير ضرر. يعني اعتقد هلا اسكانور تبعي حيضل عايش، هو هلا صار عنده التي جوثر. حتى لو كان جوثر تبعه 6-6 كينج تبعي المفروض ما يموت. ساعتها اللفة الجاية شوفوا انا كم كرت لكينج عندي، كل كروتي فعليا لكينج الا كرت واحد، معي دبل بيتريفاي، معي هيل، معي كل شيء، بس ان شاء الله ما يموت جوثر. هذا ابدا مو 6-6، هذا شكله 1-6. حلو، هلا يا اما هو بده ينسحب انسحاب تكتيكي. هلا بعمل له لهي لانه جوثر بصراحة ما راح يضرني. اخر اكتر شيء ممكن يعمله هو اتاك سيل، انسحب. هو ما انسحب، هو طلع من اللعبة كأنه، لأنه لو انسحب المفروض يحكوا لي إنه فورفيت. طبعا مثل ما شفتوا اللي ضدي هذا ما كان في فرق كبير بالسي سي بيني وبينه، يعني مالي أعلى منه بكتير، وتيمه قوي، كينج برام قوي، بس التيم اللي عندي إذا خاصة الكروت اللي طلعوا لي اللفة الماضي إنه فيني أعمل ألتي جوثر أول لفة وأعمل له أتاك سيل، ساعتها هو بده يضطر إنه يحرق كارت من الكروت اللي بإيده بس مشان يعمل بيوريفاي. اعتقد نفسه هذا، اعتقد نفسه حلو. بس هلا
نعمل رش التي اس كانورا. هي بتعتمد الرش الالتي اللي حتعملها على الشخصية اللي اجالك منها 3 كروت. هلا هذا مع احتمال كتير، مو احتمال كبير، مستحيل يموت، بس هلا بده يضطر هو يعمل لي يشيل الالتي من اسكانور. ساعتها بصير عندي كومباين على كينج اللي هو احتمال كبير انه يعمل له، بده يعمل له هلا. هو ما استخدم رانك اب ابدا. جميل جميل جميل. طيب هلا نحن نشوف اول شيء نشوف قديش بقيان باتش بي كينج تبعه. اذا كينج تبعه ما مات انا حاليا بمعضله. انا نسيت ما بعرف كيف، انا غلطت غلطه مو طبيعيه، انا غلطت غلطه مو طبيعيه. يا الهي على الغلطه اللي غلطتها، اتوقع انا خسرت حالي الجيم هلا. حرام والله حرام، ما فيني اعمل اي شيء هلا. ثواني هاي محاولة محاولة اليائسة. حلو حلو، انا ما عاد فيني اغلط اغلاط اكتر من هيك. كمان كان بدي اعمل رانك اب دبل رانك اب على اسكانور مشان اقتله، خسرت حالي الجيم بطريقة مو طبيعية. تيمي كله هلا بده يموت، ممكن يضل كينج بس. اوف 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 اوف، هذا كينج تبعه 1-6 شكله. لا اذا هيك لسه في امل، لا اذا هيك لسه في امل كبير كمان. ثواني بس تشوف شلون ممكن اعملها. انا ما عاد تشتغل مخي بصراحة بعد الغلطة اللي غلطتها. انا عم حاول اضرب ضربتين ليفل 1 كينج على اساس يموت. حرام والله حرام، انا كنت بدي اعمل دبل رانك اب على اسكانور مشان اعمل له ليفل 3 لكينج تبعه واقتله، بس هلا بدي اعمل لي دبل بيتريفاي لكينج. ما بعرف هو شو السبب اللي يعمل فيه الحركة هاي. كل شي سيء عم يصير، انا غلطان صراحة، انا خسرت حالي الجيم. هلا بدي هي البكينج ما عم يعمل التي، ما بعرف شو الفكرة من انه ما يعمل التي. بيتريفاي لكينج عم يحاول ينتقم مني. دبل التي اللف الجاي بيقتلني بصراحة، بستاهل الخسارة بصراحة. ان شاء الله يرجع يطلع ضدي، لانه بصراحة كتير انزعجت من الحركة الغبية اللي عملتها. انا بدي اعمل دبل رانك اب بس لحتى ورجيكم شو وجهة نظري. كنت بدي اعمل دبل رانك اب لاسكانور، ساعتها بضربه اليجنت بلو ليفل 3 لكينج تبعه بقتل له اياه. بس انا ما بعرف ليش مخربط وعملت رانك اب لكينج ورانك اب لاسكانور، ففاتت الدنيا كلها بالحياه. ان شاء الله يكون نفسه، ما عاد في نفسه. هذا بوت بس حتى لو بوت ورجيكم اذا كان ضدي هذا التيم طلع ضدي وما كان بوت شو بعمل بالعاده. بعمل دبل رانك اب على جوثر واتاكسي ليفل 3. ليش؟ لانه ما في عنده ولا حدا بالتيم بيقدر يشيل الاتاكسيل، فانا بمجرد ما اعمل له اتاكسيل مارلين
مثل قلتها صارت، فأنا صار فيني أعمل الألتيات تبعاتي كلياتها بدون ما آكل هم مارلين. هلا هذا بوت عم يعمل رش التيمت، وبعدين انا ما تنسوا الغلطه اللي غلطتها قبل شوي، اني عملت رانك اب لاسكانور بدي اضرب فيه ونسيان انه معمل له اتاك سيل، في كتير اغلاط غلطتها انا ما ب... خلينا ننسى الجيم تبع طيب. هلا عادة التيم هذا اذا طلع هو اللي بيلعب اول، شو بيعملوا العالم لما يلعب هو اول؟ بيعملوا بيرفكت كيوب تبع مارلين، مشان ما اقدر اكسر البيرفكت كيوب انا، وما اقدر كنسله الالتي. هلا هذا عمل بيرفكت كيوب بس عمله بعد لفة. انا بصراحة بوضع لا احسد عليه حاليا. اعتقد مارلين بتموت هلا، بس المشكلة لسه انه التيفل. انا نسيان انه هذا بوت، عم عامله معاملة الريل بلاير. هلا فالنتي تبعه ممكن تقتل كينج، هون السؤال. ممكن تقتل كينج والله، ما بتقتل كينج. لا المفروض انا شو اعمل، بهيل رجع ال اتش بي اللي خسرته وبقتل له جوثر. خلينا نشوف بس اتش بي جوثر كم، 90,000. بيموت بالتي. انا بصراحة دائما بحب شوف ال اتش بي تبع اللي بدي اضربه مشان اعرف اذا فيني اقتله بالالتي ولا لا، لانه اكثر من مره صارت فيني اني اعمل التي اسكانور وما يموت. فشو صرت احسب حسابي دائما انه ما راح يموت بالتي اسكانور اذا كان اتش بي عالي. هذا طبعا جلي ثاندر تبعه ما عليه جير، لو عليه جير مستحيل يناسب كل هالاتش بي. طبعا التيم هذا اللي انا عم بلعب ضده بسموه الكنترول تيم، كتير كتير قوي على فكره، بس انا اني كتير بكره فالنتي حاليا، والميتا تبع فالنتي انا حاسه كتير بايخه، مش هيك عم حاول اني اتجنب العب بهذا التيم. بيشنس على جوثر حيعطيني هلا 10% اتاك زيادة بما انه ما تضرر اللفة الماضية. لا هلا خلينا جليساندر، ما في داعي نركز عليه كتير. اعتقد هذا الجيم خالص تماما. بس انا الفكرة انه بدي ورجيكم لما يطلع ضدكم الكنترول تيم هذا تبع فالنتي شو الطريقة الافضل لانه تخلصوا منه او تفوزوا عليه. اول شي بتستخدموا بتحاولوا انه تستعجلوا التي جوثر مشان هو ما يقدر يعمل الالتي تبعه ساعتها. و خلينا بس استعجلوا التي جوثر مشان ما يعمل الالتي تبعه. اذا كان الكروت اللي عندكم نفس الكروت اللي طلعوا لي هي اللفه، اللي هن 3 كروت اللي بايدي لجوثر، تستعجلوا التي جوثر مشان نشيل الالتي تبعه، وبنفس الوقت بتعملوا له اتاك سيل. لما تعملوا له اتاك سيل مارلين تبعه ما حتقدر تعمل اي شيء ضد الاتاك سيل تبعكم، بما انه مارلين بيعتبر اتاك سكيل. والشيء السيء بالتيم هداك هو انه ما عنده ولا شخصية تعمل بيوريفاي. التيم الكنترول هذا اللي هلأ كنت عم بلعب ضده ما عنده اي طريقة يشيل الاتاك سيل تبع جوثر، فمشان هيك انا عملت دبل رانك اب على جوثر وعملت الاتاك سيل ليفل 3 تبعه. هذا احسن طريقة. مارلين تبعه لمدة لفتين ما بتقدر تعمل اي شيء غير البيرفكت كيوب تبعها. انا عم استنى يطلع لي نفس الزلمة هداك تبع الهلبرام تيم، انه بصراحة كتير سبام الرايس هذا فري تو بلاي، فري تو بلاي شو اسمه ستريمر. هلا ضد هذا التيم استخدمت 3 كروت لاسكانور. اوف 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 اوف، هذا ما في رحمة. طيب نحن نعمل نفس اللي عمله، نعمل رش التي بس ان شاء الله ما يطلع كومباين. هلا اللفة الجاي عندي التيمت اسكانور وليفل 3 كرول سان، وانا اكتر شي خايف منه حاليا انه هو يطلع معه كروت
يقدر يعمل لي، يقدر يقتل لي اسكانور، لانه اللي بي على المفروض ما يقدر يقتل اسكانور، لانه اللف الماضي روح 3 كروت لاسكانور تبعه. ف هو بده يروح على مارلين. بصراحة هاي الطريقة الأفضل، لأنه أضعف شيء عندي بالتيم حاليا مارلين، اللي هو بروح لي التيم كله فعليا. هذا عنده شكله مارلين، لا مو مارلين، مين ممكن يكون حاطط ورا؟ لازم نعمل هيك عشان جوثر تجهز الالتي تبعه، لانه احتمال هلا يبلش يعمل رش التيمت ارثر، وبدي اخلي الكرول سان اللي بايدي مشان اذا عمل جولد باف. هاوزر. هلا المفروض انا اللفه الجايه اذا ما كانت الالتيمت تبعه جاهزه اعمل له كرول سان واتاكسيل جولد باف. متوقع. طيب هلا انا جوثر تبعه التي جاهزة، احسن شي ممكن اعمله اذا بعمل له التي هلا، خلينا نعمل هيك بعدين هيك. ما بصراحة مو أفضل شي ممكن أعمله، أنا احتمال كتير كبير إني أخسر. أنا كان بدي أعمل له أتاك سيل، بس شفت الألتي تبع جوثر تبعه جاهزة، بصراحة شي خوفني. هلا مصيبة، هلا بيضربني ضربة بهاوزر بيرجع اتش بيه كله. في احتمال فوز، في احتمال ضئيل بس في احتمال فوز. شوف الضربة تبعه، ستاشر ألف لايف ستيل. التي جوثر جهزت عنده، والله شكلها هي أنا بدي أورجيكم ال 80% وين ريت. أنا شايف عم بخسر 80%. والله بصراحة أكتر شيء أنا مزعوج عليه هو هداك الجيم تبع، مستحيل فوز على هذا على فكرة. أنا عنده كرت جولد بإيده لآرثر، ده يساوي التي ارثر. هلا هو ما بعرف شو عم يحاول يعمل، هو بده يجهز التي ارثر، بس شو عم استنى؟ والله هي كمان خسارة، 80% وين ريت. بس هذا هو التيم اللي عم فوز فيه 80%، يعني الوين ريت تبعي بهذا التيم. خسرت من أصل الأربعة، 2 ولا 3، والله ما بعرف، يمكن خسرت 3 من أصل الأربعة. أنا فزت على ال فزت على بوت، وفزت على تبع كينج برام، يعني 2 من أصل 4. بس الفكرة إنه الخسارة التانية اللي خسرتها تبع كينج برام، خسرتها بتعرفوا ليش انتو، لأني غلطت الغلطة العجيبة. ف هات لنشوف هذا ال 170 ألف، هذا عنده كينج، فأنا ما في داعي إني أعمل له أتاك سيل ليفل 3. بس سبام الرايس هذا أنا أكتر من مرة سمعت عنه، إنه ستريمر فري تو بلاي أعتقد، وإذا عن جد كان فري تو بلاي ستريمر والسي سي تبعه 180 ألف، فوالله يعني عرفان، يعني عرفان كيف يطلع احسن شي بالاكاونت ببلاش. اعتقد هذا بوت، لا مفروض بوت، والله ما بعرف اذا بوت ولا لا. بس هلا طيب هلا انا بدي اجرب اني ما اعمل بيوريفاي، بما انه اسكنار تبعه لسه مطول للالتي. شوف اذا بقتل كينج، شكلي ما راح اقتل كينج. بس هلا صار عندي التي اسكانور اللفة الجاي، معقول يقتل لي اسكانور اللفة الجاي اذا ضربتين منه؟ لا اعتقد احتمالية صعبة كتير انه يقتل اسكانور.
ضربتين من هاوزر وضربة من اسكانور، او ضربة من هاوزر ضربتين من اسكانور. والله ممكن يموت، ممكن يموت. هذا اسكانور. هو رايح على على لا حبيب، انت حلمك كتير كبير. خلينا نشوف اتش بي هاوزر تبعه. اعتقد الخيار الافضل اني اقتل هاوزر. اعتقد افضل شيء اني اقتله هاوزر، لان هاوزر بيعمل اي او اي، والخطر تبعه اكبر من خطر اسكنور، لانه اسكنور اخره يقتل. حلو، ما مات. حلو. اعتقد كينج تبعه ما عنده هيل. هلا جوثر تبعي مات، هذا الشيء مفروغ منه. في بايده كرت ذهبي، هذا لكينج يمكن. هلا بدي اشوف هو باسكانور تبعه شو بده يعمل. ضرب جوثر تبعي، شيء احسن شيء عمله هو انه ضرب جوثر. بس خلينا نشوف. مو بس انا ما بتزبط معي. طيب اعتقد اذا بنعمل هيك بعدين نشيل الالتي من سكانور تبعه، نعمل له بتريفاي. ما عنده كومباين هلا، فبده يضطر اللفة الجاية. بده يضطر يحرك كرت، وانا عندي درين. اذا ما بيموت كينج تبعي بصراحة بكون بطولة، بس مستحيل ما يموت. اذا بيموت كينج تبعي ضل عندي درين. هلا بقى بدي احاول اني رش التي اسكانور. كينج ودع، اسكانور ومارلين ضد. طيب هلا هيك ام بيرفكت كيوب. حلو، ما في كومباين. جميل جميل. بدنا نحاول اللفة الجاي نقتل له اسكانور تبعه بألتي مارلين وضربة من اسكانور. المفروض المفروض يموت. ما عنده حدا يشيل الألتي هو. شوف اتش بي، اتش بي اسكانور تبعه معقول ما يموت. الف لايف ستيل. وول ما بعرف شو فكرة الوول تبعه. لا اسكنور بيموت وبيشبع موت كمان. بس لحتى نكون بالسيف سايد نعمل له الالتي. بعد الالتي بنعمل له الاليجنت بلو. المفروض بالاليجنت بلو يكون اختفى. حلو هلا اللف. هلا هو صار عنده التيميت جريامور. التيميت جريامور على فكرة ابدا مو ضعيفة، في ناس بفكروها ضعيفة، بس ضد اسكانور مو كتير قوية. ليش؟ لانه هو بيعمل اتاك ريليتد ستات ديكريس. بمجرد ما انا وصل للالتيميت باسكانور، شايفين اكتف يونيك، بيروح الديباف اللي هو عمله علي، فبصير مثل قلة هالاتاك. بس شوفوا مارلين تبعي ليفل 2 ما شالت الوول تبعه. فلو كان اسكانور ما عنده الاميونيتي تبع تو ديباف، كان حيكون بمشكلة. هلا هو ما بعرف، هلا محاولة انه يقتل اسكانور. طبعا شوف كم اتش بي جريامور تبعه، 100,000. هو المفروض يموت بالالتي، بس لنكون بالسيف سايد نعمل له كرول سان اول شيء مشان نضمن الفوز 100%. هلا شوفوا 80% لساتها 80%، بس لو انا ما غلطت الغلطة لما كنت عم بلعب ضد كينج برام، فزت 3 من اصل 5. هلا يعني 60%. لو انا ما غلطت الغلطة وقتها كينج برام، كان المفروض فوز 100% لاني فزت عليه قبلها بجيم. فيعني 80%. التيم هذا كتير قوي، اللي للأسف ما طلع ضدي ولا واحد ولا تيم فالنتي ريل بلايرز، ف اضطرينا انه نلعب ضد بوت تيم. بس انا يعني خلينا نشوف رجع 80% ولا لا. اعتقد 79 79 79% تيم كتير حلو. و
عندي فالنتي ومطور فالنتي، بس اللعب هذا التيم احلى من لعب تيم فالنتي، لانه بصراحة لما تلعب فالنتي ضد فالنتي حياخد الجيم معك ساعة. وانا بحب يعني انا عم فرم كوينز، ما عم والله عم بتسلق ولا شيء لحتى اجرب اصعب تيم ولا اقوى تيم. ممكن اجرب العب كم جيم هون، بس خلينا نشوف الرانك تبع التوب 100. الاخير 4400. اعتقد انا لو بلعب شوي من هذا، لو بلعب شوي ممكن اخذ ريوردز حلوة. بوصل توب 100 بس 500 لا، اذا هيك ما بدي. بس اذا بوصل 500 ما بنزل الاسبوع اذا بوصل من توب 100 ما بنزل الاسبوع الجاي، بضل تشالنجر. فبس هذا كان الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم التيم اللي انا عم بلعب فيه، وسامحوني اذا كان في شوية اغلاط، لانه مثل ما يعني ما بعرف انا بصراحة التيم تبع هيلبرم انا هلا مزعوج، لانه ما بعرف كيف خسرت، غلطت غلطة. انا كنت من الاول عم حاول اجرب اذا فيني اضربه بوحدة اليجنت بلو ليفل 3 اقتله، بس بتصير. فبس هذا هو كان الفيديو تبعنا تبع اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، واذا في عندكم تيمات معينة ببالكم بدكم نجربها بالتشالنجر بي في بي، بعتوا لي يا اما على الديسكورد اكتبوا لي على الخاص، يا اما بعتوا حطوا لي كومنت على الفيديو تبع اليوتيوب شو التيمات المحتملة اللي انتم ببالكم. وبالنهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعموا القناة باللايك والسبسكرايب والشير، وشوفكم على خير.